أقيمت تحت رعاية سعادة محافظ المحرق السيد سلمان بن هندي فعالية يوم التراث على شاطئ جزيرة الساية في لبستين، وذلك لأول مرة في هذا الموقع بعد تطوير الساحل وتنظيفه. واحتفل الأطفال والأهالي بالبهجة التراثية المتمثلة في الحيبية وأهازيجها وأناشيدها المعهودة في التراث المحلي. تحت رعاية سعادة السيد سلمان بن هندي محافظ محافظة المحرق، أقيمت فعالية يوم التراث على شاطئ جزيرة الساية في لبستين، وذلك وسط حضور العديد من أهالي مملكة البحرين من مختلف الفئات العمرية. نحتفل يعني على الساحل لبستين وبالقرب طبعا من هالجزيرة ذي التراثية اللي لكل أهل المحرق لهم يعني فيها معنى وتاريخ وخطوات جميلة. نبي نستثمر يعني المكرمة اللي تفضل فيها صاحب السمو الملكي الأمير الشيخ خليفة، يوم يعني تفضل بمشروع العظيم سعادة على المنطقة الجنوبية من الساحل. والآن احنا يعني الحمد لله نظفنا الساحل الشمالي القريب من جماعتنا أهلنا في لبستين وبالقرب من جزيرة الساية، علشان نستثمر هذه السواحل الجميلة ونضع يعني هالمقاهي والمطاعم والفنادق، يعني ذي استثمار وطني المفروض أن نقوم به. واستمتع الأهالي وأطفالهم بالأنشطة المصاحبة ليوم التراث، والتي تضمنت السوق الشعبي وتوزيع الحيابية ورميها في البحر وسط الأهازيج والأغنيات الفلكلورية الخاصة بهذه المناسبة. أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.